مذاكره متاخر، وانتوا ذاكروا اللي عليكم اول باول وخلاص، ده مذاكره متاخر، ما تطحنوش نفسكم من اول باول كده، ماشي حياتكم. طب لو هتوجهي كلمه للثانويه العامه هتقولي لها ايه؟ الثانويه العامه ما تاخدوهاش قد من اولها، لان ده اللي بيتعبنا في الاخر، بنبقى جاي لنا حاله احباط. خلي بالكم من نفسكم بس، مش هتحسي خوف على نفسك غير نفسك. يعني الثانويه عامه عامله زي العجله، انت تمشي لو حاجه وقعت ما ينفعش تقفي، عايز لو ما ذاكرتيش عدي الدرس اللي بعديه، ما توقفيش لو لا خلاص لازم اجيب الدرس وبتاع كده، هتخلي حاجات كتير تتاكم عليكي ومش هتعرفي تذاكريها اصلا.